الحنة بيطلع لونه بينك. هذا الحين هذا أهم شيء، شوربة كويكر في رمضان، الشوربة شيء ضروري في رمضان. يا سلام، وريهم طيب الحنة، وريهم الحنة شوف. يعني صار فاتح شوي. فاتح بس اوكي. بوريكم غلطة. وش الغلطة؟ يا سلام. شوف الغلطة توج وين؟ هي النية كان أحمر مرة غامق، لكن أهم شيء النية. يلا شوف سحاب ما شاء الله عليها، تصب النستلة. يلا خليها بالوسط يا بابا، بالوسط. يا سلام يا سلام. بس انا بس انا بعد. يلا بعدها جوجو لازم طبعا. ما شاء الله شوفوا جوجو في دورها بالوسط يا بابا، بالوسط. بس يكفي خلاص. بس ما شاء الله عليها جوجو، ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاهم خير والله اللي يتعبون عشاننا، كل بنت كل زوجة وكل أخت كل أي أحد في الحياة. الله يجزاهم خير، ما قصروا والله، يعطيهم العافية. الحمد لله، وبكذا جهزت السفرة. الله يعطيهم العافية، والله يتقبل صيامنا وقيامنا وإياكم يا رب. الحين عندك بسألك، أنت يا بنت بسألك، هي أنت صايمة؟ صايمة مرة مرة ولا؟ مرة مرة. وأنت جوجو صايمة؟ شربتي موية بس شوي؟ لا، ممكن أكون نفليكس. ايه عادي عادي. بابا انا امس صمت واليوم صمت، وقبل امس شربت. ان شاء الله بتصومين كل شهر رمضان باذن الله. وانت جوجو صح؟ جوجو مفحيه هي كالعاده، يعني شيء غريب. لا واليوم ما شاء الله السماء ما يحتاج رسمه. اوكي ان شاء الله عاد يجينا مطر، تخيل تفطر ومطر، يا ساتر. الحين اذان وباقي التمره. يلا ما شاء الله ناخذ انا تمره. بسم الله، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. يلا يلا أفطروا يلا، الحمد لله. الله يتقبل صيامكم يا رب. طبعا أنا ماسك دايت، فقلت أجيب هذه أشكل يعني مع القهوة نهلي فيها، ما أكفر أمورها يعني أحسن من الحلويات الثانية، أحسن من هذه حقت سحاب. في نهاية هذا الفيديو لا تنسوا من اللايك.